قدم النائب العام لبنيابة الشعب العليا في الصين تاو جيمين تقرير عمل سنوي للمجلس الوطني 13 لنواب الشعب الصيني، حيث تحدث عن إنجازات النيابة في القضاء على الفساد على مدى السنوات الخمس الماضية. نركز على التحقيق في الحالات الكبرى. تم تسجيل أكثر من 250 ألف جريمة بزيادة قدرها 16.4% مقارنة بالسنوات الخمس الماضية. تم استرداد أكثر من 55 مليار يوان من الخسائر. من بين هؤلاء كان هناك 15.234 مسؤولا على مستوى البلدة والأقسام و2405 مسؤولين على مستوى المصلحة. تحت القيادة الموحدة للجنة المركزية للحزب قامت مؤسسات النيابة منذ المؤتمر الوطني 18 بالتحقيق مع 120 من المسؤولين السابقين على مستوى المقاطعات أو الوزارات أو ما فوقها، وحاكموا 105 من المسؤولين السابقين على نفس المستوى. وأعطت هيئات النيابة الأولوية لبناء صين آمنة، وفي السنوات الخمس الماضية وافقت السلطات على اعتقال أكثر من 4,500,000 مشتبه بهم، وتمت محاكمة نحو 7 ملايين. ومنذ أكتوبر 2014 تمت إعادة 222 من الهاربين المتورطين في جرائم إلى الصين من 42 دولة ومنطقة، ومن بين هؤلاء تم إدراج 35 منهم في قوائم الانتربول. وتم تصحيح أخطاء في قضايا سابقة، حيث طلبت النيابة استئنافات أو إعارة المحاكمة في 18 قضية بارزة، وتم تبرئة جميع المشتبه بهم في وقت لاحق. كما تم تعزيز التعاون مع الدول الأخرى، ففي عام 2017 استضافت الصين المؤتمر الدولي 22 للمدعين العامين، ووقعت النيابة العليا الصينية 145 اتفاقية ثنائية مع مؤسسات قضائية من 95 دولة ومنطقة.